بغمرة مجنونة. اهلا وسهلا فيك، سعيدين جدا بلقائك. ايش سويت اليوم؟ بسم الله ما شاء الله. لا انبسطت يعني حقيقه، البلد كان يعني بموت، بس تفاعل العالم، وبتعرف لما الانسان بيكون مبسوط بس يشوف حب بينسى كل شيء. شايفه حب العالم وتفاعلهم معي وكيف عم بغنوا وعم بزقفوا، نسيت البرد. بس اول ما خلصت بطلت احس بجسمي صراحه. بسم الله عليك. اليوم ما شاء الله ابدعتي جدا في هذه الحفله وكل حفلاتك ما شاء الله تبارك الله. متى حفلتك الجايه؟ هلا رايحه بكره على مصر، عندي كوربوريت وراجعين جمعه الجاي، بس انه ما رح اقول شيء، انتم بتعرفوا لحالكم. يا سلام. ايش اللي يسعدك اليسا؟ بيسعدني صراحه اشوف العالم اللي حوالي مبسوطه، لانه قطعنا بظروف كتير صعبه، فقدنا كتير ناس. صرت بهمني انه انا اكون بصحه منيحه، عائلتي تكون بصحه منيحه، خلي الناس اللي حوالي القراب مني انه خليهم يكونوا مبسوطين. هيدا هيك اكثر شيء يعني بالحياه، حلو انك تخلي الناس اللي بتحبها تكون مبسوطه، هيدا بيرجع لك اكبر شعور بالحب يعني وبالطمانينه وبرزق من ربنا حتى. صح، حضورك اصلا يسعدنا. نرجس اكثر انسانه. لا بس واحدة واحد واحد واحدة هنا واحدة هنا أكثر طماعين فيه خرف الخلف. أنا مذيع ام بي سي ونرجس زميلتي. الله يسعدك. أكثر إنسانة في السوشيال ميديا مرة أكتف، يعني ما شاء الله دائما يقولوا إن أنت مع القضايا المجتمعية وقضايا وطنك أكثر حاجة، وتعبري وما تخافي من ولا أي حاجة. دائما أنا بقول إنه أنا يعني مواطنة بالدرجة الأولى، يعني عندي امباكت لانه سيلبرتي ريجاردلس باي دومان، انه انا بابليك فيجر، العالم اللي ما بتقدر تحكي يمكن بتنبسط انه انا اقدر احكي عنهم. وانا بتبعي يعني عندي بلدي وعندي طبعا القضايا الاجتماعيه، حقوق المراه، هول اولويات. عاد ما بقدر بساعد، ما انه ما في اعمل كثير قصص، بس انه بحكي يعني بعلي صوتي. سؤال الاخير اليسا، اخر سؤال، متى تنزل دمعتك؟ لا والله انا دمعتي سخيه خلف، اذا انا دغري بتنزل يعني. انا يمكن انا ما بحب يشوفوا العالم، يعني اوقات بضطر على التلفزيون في مومنتس ببكي حتى على كونتستنت عم تطلع من ذا فويس، يعني اذا ببكي على هيك قصص تخيل قد في قصص ممكن تبكيني. بس انه دائما بحب يشوفون العالم بكامل، مش قوتي، مش شغلتهم العالم، انه لازم يعني انا بدي اعطيهم فرح وبدي اعطيهم حب، انه والقصص ودمعتي بتنزل اوقات كل يوم يعني، بس لحالي بالبيت. شكرا لك.